قمامها لين سلمها صناديد الرجال. من بعد حكم الخليفة استلمها صامل الوقفة تحمل الثقال. وخالد الزيزوم متعلمها كامل الأوصاف لله الكمال. صورة الماضي مع الحاضر رسمها وأكرم اليدات والهين الغوالي. شارت الأهل الهجن زاد ودعمها والتراث أحيوه في كل المجال. خير من الله وابو زايد سبب. هكذا متابعين الكرام تابعنا الشوط الماضي ذهب مع وجود مطفي محنى بن حمد بن مية الاعفاري. تهانينا والف مبروك، انتغلى بالشوط الخامس في مجموعة الاشواط، والشوط الخامس يحمل بكشوفاته الحول المحليات الاصايل. طلاقة السليم موفق بعون من الله وتوفيقه ومتابعة دقيقة من اللجنة المنظمة لهذا السباق برئاسة محمد بن سهيل بن وديمة العامري. شكرا يا ابو سهيل على المتابعة الدقيقة. نتقدم ونسير مع مقدمة الشوط. هذه الان تتقدم المشاركين مع المركز الأول مع مسيرة شوط الحول المحليات الأصايل. هذه الآن بشعار أبو محمد شعار بن خصيبة الظاهري يتقدم المشاركين للسيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري المسك مع مقدمة هذا الشوط. نقلة مع المركز الثاني مقدمة الشوط المثل السيد ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هذه أزمة محمد بن حمد بن سبعين المحرمي. المركز الثالث وصول مع المركز الثالث من قبل سمحة خليفة بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي. المركز الرابع الآن هذه الآن للسيد معبد بن سيب معبد المشغوني. والمركز احتلت المركز الرابع المركز الخامس متواجد طيف مبارك بن راشد بن غميسة الشامسي مع المركز الخامس. المركز السادس نتأخر ونسير مع المركز السادس بهذه المركز السادس الآن هذه وداد سيف بن سعيد بن حضيرم الكتبي. المركز السابع فرحة للسيد سعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم الكتبي. المركز الثامن بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي خذت المركز الثامن. المركز التاسع هذه الآن المبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي مع المركز التاسع. نكتفي المقدمة بهذا الشوط. نعود مع المسك. هذه الآن تسيطر على مقدمة هذا الشوط.
المسك السيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري يقدم لنا المسك مع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني طيف طيف يا طيف طيف المسك ما شاء الله طيف للسيد مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي يقدم لنا المسك مع المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث الآن المركز الثالث متواجده الآن منوه منوه السيد معضد بن سيف بن معضد المشغوني يقدم لنا الآن منوه مع المركز الثالث. ثلاث المراكز الأولى اللي فصلا عن بقية الأسماء. المركز الرابع سمح السيد خليفة بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي يقدم لنا سمحة مع المركز مع المركز الرابع. المركز الخامس المركز الخامس هذه الآن ريم المركز الخامس للسيد محمد بن حمد بن سبعين المحرم يسمها رجة. هذه رجة مع المركز الخامس. بو حمد يقدم رجة. المركز السادس وداد سيف بن سعيد بن حضيرم الكتبي. المركز السابع وصلت بيانة أحمد بن محمد بن بن قضيب العليلي والمحتلت المركز السادس. المركز السابع هذه الآن وداد تأخرت للمركز السابع ولكن ادخلت فرحة سعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم لكتبي. هذه النتيجة. والمركز العاشر عند خليفة بضبيب الشامسي غيرت مع المركز التاسع. بهذه اللحظات نتقدم ونسير مع مقدمة الشوط. نتقدم مع المسك. هذه المسك الآن تسيطر ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظهري يقدم لنا المسك مع المركز مع المركز الأول. لا زالت مسيطرة وعصاها في بطانها بلا أوامر بلا تعليمات. يا سلام أشوف الأسماء. هذه الحركة من الحول المحليات الأصايل الحول المحليات الأصايل بدأ التغيير بدأ الزحف مع المركز الثاني من قبل الآن من قبل بيان بيان يا بيان يا بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي. المركز الثالث طيف مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي والاحتلت المركز الثالث. المركز الرابع منوه السيد معبد بن سيب بن معبد المشغوني ولكن بنقول يا سلام يا سلام الحركة وين. بنقول 1200 يا شباب الألف ومئتين يا شباب يا المضمرين ديروا بالكم. يا سلام هذه الآن المسكة ناصر بن علي بن محمد بن غصيب الظاهري بمتابعة أبو محمد خميس بن محمد بن غصيب الظاهري من يتابع الظبي من يتابع المسك مع مقدمة الشوط. ولكن أشوف العليلي غادم العليلي غادم العليلي مع وجود بيان بيان والمسك ولا بيان بلا أوامر ما شاء الله بلا أوامر بلا تعليمات مهدين الشباب شبابنا مهدين مع مقدمة الشوط. والحركة ما شاء الله دخل في أجواء الكيلو المتر الأخير يا شباب الكيلو المتر الأخير يا أبو محمد مع المسك ما شاء الله. وأعتقد أنه خلاص بتقوم طفر وبتنتهي طفر بتقوم راس وبتنتهي راس بلا أوامر بلا تعليمات يقدمها السيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري بمتابعة المفتكر خميس بن محمد بن خصيبة الظاهري. راحت بالفوز وراحت بالناموس راحت بالناموس مع الشوط الحول المحليات الأصايل. تهانينا وألف مبروك إلى سيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري. ما قالها شيء أبو محمد إلا بالسماعة
إلا بالسماعة ما شاء الله. ونقول السلامات وين منوزف منازف 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 بهذا الصباح الجميل من ميدان الساد إلى منازف. وتحاول تحاول تحاول طيف تحاول طيف تحاول مع اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص بنسلم على هناك منازف. نوجه التهنئة لأبو محمد علي بن محمد بن خصيب الظاهري الداعم الرئيسي للشعار ناصر بن علي بن خصيب المالك، متابعة أبو محمد خميس بن محمد بن خصيب الظاهري المركز الثاني، اللي بيان اللي ما قصرت حي طيف للسيد عند بن خميس مبارك بن خميس الشامسي، المركز الثالث للسيد أحمد بن محمد بن قضيب العليلي الرابعة، المركز الرابع للسيد معضد بن سيف بن معضد المشغول، الخامسة للسيد خليفة بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي. توقيت الزمني 10:21 تسجل معانا المسك للسيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبه الظاهري. شكرا يا ابو محمد المفتكر خميس بن محمد بن خصيبه الظاهري، يتابعها متواجد ابو محمد على ارضية ميدان الساد، واحد من المفتكرين في عالم سباقات الهجنة العربية الاصيله.